النهارده برضو كان في يعني حملات دعم كبيره جدا الحقيقه بتحصل لنجمنا الكبير مؤمن زكريا. مؤمن زكريا في ازمه مرضيه خلت كل الناس على اختلاف انتماءاتهم والوانهم بيدعموا اللاعب ده وبيساندوه. النهارده حارس منتخب مصر السابق وفريق الداخليه الحالي المخضرم محمد صبحي دعم اللاعب وقال او اكد انه صحه مؤمن اهم من اي حاجه، وانه يعني النهارده الوقوف بجانبه ده يعني دي حاجه لازمه في ازمته دي. دعا ربنا ان هو يتمم شفائه على خير، وقال ده كان على انستجرام عنده ان صحه مؤمن اهم فعلا من اي شيء، الانسانيه وقوفنا جانب بعض اهم شيء في الحياه. ربنا يا رب يتمم شفاه على خير مؤمن زكريا. احنا كلنا بندعي لك يا مؤمن. لا بجد. كلنا بندعي له زي ما والله بدعي له فعلا من قلبي بجد، يعني كل الناس بتدعي له. ان شاء الله ربنا يقومه بالسلامه، مش بس الاهلاويه، كل مصر بتدعي له ان شاء الله. كمان على مستوى المدربين الاسباني كارلوس جاريدو طبعا المدير الفني السابق للنادي الاهلي دعم مؤمن وقال له في محنته طبعا، وقال له انه يجب علينا احنا كمان ان نمنحه الطاقه الايجابيه ونساعده في التغلب على هذا الوضع. مشيرا انه بيتذكر مؤمن شخص ممتاز ويستحق كل خير، يعني ومطالبته بالاستمرار في محاربة المرض ده. طبعا جريدو نشر على انستجرام صورة جمعته بمؤمن زكريا صاحبة تعليق: أريد أن أرسل بكل ما عندي من دعم وقوة وشجاعة إلى مؤمن زكريا في هذا الوضع الصعب، يمكننا جميعا أن نمنحه الطاقة الإيجابية ونساعده في التغلب على هذا الوضع. تابع طبعا جريدو: الحياة رحلة والأشخاص الطيبون دائما في قلوبنا، أنا شخصيا أتذكر مؤمن كشخص ممتاز وهو يستحق كل خير. للأسف في بعض الأحيان تعطي الحياة أسوأ العقبات أمام أعظم المحاربين. استمر كمان في بيقول له استمر في القتال كمحارب عظيم وأتمنى لك كل الخير. طبعا كل الشفاء إن شاء الله بإذن الله، كلنا وراك يا مؤمن، وكلنا مش جماهير النادي الأهلي بس، كل الناس وراك، كل الناس بتساندك، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يكتب لك الشفاء بإذن الله إن شاء الله.